جالي شكوى ان المطعم ده بيعمل اكل حلو، فانا رايح عشان اعرف هو بيعمل الاكل حلو دي. انا وصلت المطعم وهنجرب الاكل الحلو اللي عندهم، حلو وحادق. اول لما دخلت شفت الحلو كله، ادي المعاني، عندي هنا جيلي تقريبا، في هنا كمان رز بلبن وكاستر، والدنيا حلوه قوي. لسه في حاجات تانية هناك، انا اروح نشوف. طباوي اسم على مسمى، مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه. يا سلام يا سلام يا عيني، احنا نخش على الشاورما كده. هم عندهم بقى هنا الشاورما، ودي الاسعار. انا ما جربتش الشاورما، انا جربت من عندهم فول وفلافل وكبده وشويه حاجات كده، حبشتكنات من عندهم طعمها حلو. الدنيا هنا رواق. انا قلت الراجل عامل لي واحد كبده اسكندراني، ودي يا جماعه الاسعار عشان بس هشوف الاسعار. وعندهم قاعده هنا هيك بس عشان في ناس، يعني اللي عايز يقعد ويجي له على الطاوله، اللي عايز ياكل ساندوتش زي حالاتي كده. الشكوى طلع في محلها والاكل حلو قوي. الطباوي ده تاريخ، جه الحاج عدنان ابو وضاح في سنه 1959 وفتح اول فرع هنا من الضفه الغربيه جوه الكويت، ومن وقتها بدات افرع كتير. يعني الموضوع قديم جدا، وهم بداوا في السويت من زمان حلويات. يعني دلوقتي احنا هنجرب شويه حاجات كده من الاكل اللي عندهم، وهنخش على السويت بس بعد ما اخلص الكبده اللي انا مستنيها. وصلت السندوتشات، يلا بينا. كبده يا اخوانا، بسم الله. اه حلو، اه حلو. رهيبة. مسقعة. فلافل، سلطة، طحين. أنا النهاردة شكلت على فكرة. بطاطس مهروسة. بصراحة الكبدة كانت حلوة. مسقعة كانت. الفلافل كانت حلوة. نجرب بقى البطاطس. عايزة تتملح شوية. وقت التحلية. خلونا نتكلم كده عن الأسعار بتاعت السندوتشات. مسقعة 150 والبطاطس المهروسة 150، مشكل دينار، لا عفوا مشكل 100 فلس، والكبدة 400، وحتة الحلاوة الحلوة دي دينار. الفرع موجود في شارع حمد مبارك في السلمية. سلام.